انت تاكل عيش وتاكل دماغنا كلام مهري في ايه؟ ما انت بتاخد البضاعه وبتبيعها للزبون بالغلا والكاوه. خلاص يا معلم عزوز، يعني معانا واجب ورقه حمراء ب 200. احلى واجب يلا يلا، وقعت فلوسها في فلوسنا، ما فيش فلوس. قوم يلا، انت هتعملي فيها ميت. تسرقني يا عزوز؟ في خير؟ بتسرق خالك؟ ايدك لما اتمدت زمان بالسرقه انا كويتها بالنهار، وقلت لك لو اتكررت تاني انا هقطعها. وين الاوان ان انا اقطع لك ايدك عشان الراجل ما بخلفش وعدي؟ فين شنطه الدعم يا ده يا اخي؟ انا اسرق مالي حلالي. في طبع ما بيغيروش، وانت غيرت من ساعه ما ظهر زين وشفت ده في عينيك، بس انا كدبت نظرتي فيك. اسمع عاد، انا العين اللي تترفع في ابني اعورها واعملها سلسله في رقبته عشان يتعايق بيها. فاهم عزوز؟